اللهم أنت القائل ادعوني أستجب لكم، وها أنا ذا أدعوك، اللهم فاستجب. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتوب إليه من الذنوب التي تغير النعم، ومن الذنوب التي تورث الندم، ومن الذنوب التي تحبس القسم، ومن الذنوب التي تعجل الفناء، ومن الذنوب التي تقطع الرجاء، ومن الذنوب التي تمسك غيث السماء، ومن الذنوب التي تكشف الغطاء. اللهم إني أستغفرك من كل سيئة ارتكبتها في بياض النهار أو في سواد الليل، في ملأ أو خلاء، في سر أو علانية، وأنت ناظر إلي. اللهم إني أستغفرك من كل فريضة أوجبتها علي في آناء الليل والنهار تركتها خطأ أو عمدا أو نسيانا أو جهلا. أستغفرك من كل سنة من سنن سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تركتها غفلة أو سهوا أو نسيانا أو تهاونا أو جهلا. أستغفر الله وأتوب إلى الله مما يكره الله قولا وفعلا، باطنا وظاهرا. اللهم أنت الملك وأنا عبدك، اعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اهدني لحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئاتها، لا يصرف عني سيئاتها إلا أنت. لبيك وسعديك والخير كله بيديك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم آمين يا رب العالمين. أيها الأخوة والأخوات، نلتقي فيما يلي مع قراءة في كتاب نحو تفسير موضوعي لصور القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه. سورة هود. بدأت سورة هود كما بدأت سور كثيرة بالحديث عن القرآن الكريم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالكتاب العظيم قاعدة الإسلام وبرهان رسالته وسر خلوده، وقد تلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم ليبلغه إلى الناس كافة، فيخرجهم من الشرك إلى التوحيد، ومن العوج إلى الاستقامة. والتشبث بالله وحده هو أساس النجاة. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. ويحكي القرآن الكريم قصة عاد وكيف تحدت هودا وآذته، ثم يقول رب العالمين: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. ويتجه الخطاب بعدئذ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وما حدث لعاد حدث مثله لثمود. واتجه الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يلفت إلى هذا المصير في قوله تعالى: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. ونأتي إلى قوم هود الذين رفضوا نبيهم ونفروا منه أشد النفور. إنه لما رأى نفسه وحيدا أمام أناس مكابرين معاندين قال: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وجاء العقاب الإلهي وكان شديدا حاسما، فإذا العمالقة المغرورون بقواهم تحملهم الريح العقيم وتجلد بهم الأرض بعنف، فإذا رؤوسهم تطيح وأبدانهم تبقى
كأنهم أعجاز نخل منقعر، فكيف كان عذابي ونذر؟ أما هود والمؤمنون معه فكان لهم شأن آخر. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ.